شفناهاش أيامها حلوة ما عشناهاش يمكن نصيبي واسمتك لسه في علمي الغيب ما جاش بمزاجنا نحسب الحسبة دغري باشا. الحمد لله على السلامة يا باشا. طالما في جثة يبقى أكيد في معلومة. الراجل ده باين عليه إنه تقيل قوي. أنا مش عايز أشتغل مع ظباط. عايز أشتغل مع فنانين. بكرة الصبح. مش عايز أشوف وشك في الريزورت. أنا عارفة إنك هتموت عليا. لكن بعينك. أنا الهانم يا ابني. أنا أعمل اللي أنا عايزه. وأنت زي الجزم اللي في رجلي. اعملي هانم على اي حد الا رشدي العاصم. ومدير الريزورت ما ينفعش يضحك، ما ينفعش يشرب، ما ينفعش يحب. لا ينفع، ينفع قوي. عكس انا اتمنى، بس مش هنا. كدب كدب. انا ست محترمه، كل دوري ان انا كنت مديره اعمال المرحوم لا اكتر ولا اقل. لو سالوك عن حفلات ايه اوعى تجيب سيرتي، مش علاقه، أنا مش هشيل حاجة لوحدي، أنت فاهم؟ أكيد طبعاً هنكر الكلام ده كله. تفتكروا مين اللي عمل كده؟ تفتكر أنت مين؟ الله أعلم، بس أكيد يعني مش أنا. ده غربي بيقول إنه ممكن يقبض على الجاني بعد يومين، وإن شاء الله ده هيحصل.
الشنطة فاضية. فاضية ازاي يعني؟ اسمعي يا بنت انت، قسما بالله لو ما قلتيش انت تعرفي ايه للبسك قضية قتل رشدي وتاخدي فيها اعدام، فاهمة ولا لا؟ انا عايزة المحامي بتاعي. لو حضرتك بتدور على حد تشيله الليلة وخلاص يبقى انت في المكان الغلط. انا مش هشيل شيلة حد. انا ما بشيلش حد زي ما انت فاكر، انا عايز القاتل، القاتل وبس. انا لو عايز اسكنك ممكن اعمل ده في ثانيه، بس انا سايباكي تاكلي نفسك بنفسك. هدير انا عارفه رشدي بيمد ازاي، وعشان اكون صريحه معاكي انا متخيل اللي حصل فيه بالظبط، واكيد انتي ورا الموضوع ده. ده انتي بجحه بجاحه. من الاخر رشدي قاسم كان بيتاجر في المخدرات. اياد قال كده بس ما جابش سيرتك خالص. يعني اياد بيتهم رشدي بكده؟ مستحيل، مش ممكن. ليه مستحيل وليه مش ممكن؟ رشدي قاسم ما كانش بيحتاجني غير في حالتين، الله يرحمه لو كان عايز يتمنظر ولا حاجة، والحالة التانية باشا لو كنا خارجين بره القرية، وده ما كانش بيحصل كتير يا باشا. صدقني يا باشا أنا ما أعرفش حاجة. إيه ده يا منقبة دي ولا محجبة دي ولا إيه دي؟ يا ولا منقبة ولا محجبة، ده القاتل زي ما بقول لك. البضاعة دي اللي معاك بتاعت رشدي بيه الله يرحمه، أكبر وآخر ديل عمله في حياته، يعني دي مش ليك ولا لست جهان. مش عارف أنا أشكك فيك ليه؟ بص يا باشا، أنا لحم كتافي من خير رشدي قاسم، أقتله ليه بقى؟ وأنا لا هورث فيه ولا هتجوز مراته مثلاً. تقصد إيه؟ يعني يا باشا أنا كده كده خسران من موته، شوف بقى سعادتك مين المستفيد. فاكر يا باشا لما هدير حكيت لك على موضوع البنت بتاعت الهاوس كيبنج وجوزها اللي اسمه طاري بتاع الامن ده؟ ايوه. طاري ده يا باشا طلع مسجل وكان محبوس قبل كده واخد 5 سنين في قضيه بلطجه ونصب. الله، وازاي شغال وقت زي ده بتاع عام؟ معرفش، بس المهم انا نزلت وسالت عن الموضوع بتاع البنت دي، وان جوزها عرف حكايه ان رشدي قاسم ابتدى عليه، وراح قال لكذا عيل من زمايله وصحابه اللي كانوا بيعايروه بالموضوع ده، بس هو كمان قال لهم ان هو مش هيسيب حق ولازم ياخد طار. بس في حاجه كمان يا باشا، لو تاخد بالك الواد ده يوم الجريمه كان هو اللي واقف على بوابه 6، وبوابه 6 دي يعتبر مفيش رجل عليها كتير، والسهل قوي انه ينافس جريمته من غير ما حد يحس بيه. أنا بقول يعني لو ضغطنا الواد ده شوية هيقر ويعترف على كل حاجة. سكت ليه؟ إيه رأيك؟ فكر. هاتولي الواد ده ومراته بكرة. منور يا دغبي. معلش بقى جينا لك من غير ميعاد، اصلك قافل التليفون بتاعك، فقلنا ما نتعبكش ونجي لك لحد عندك. لا بالعكس، منورين. تشربوا حاجه؟ لا لا ولا حاجه، هما سؤالين كده وهنمشي على طول.
انت كنت فين ليله امبارح؟ كنت في الريزورت، خرجت بالليل اتمشيت شويه. وايه الاصابات اللي في وشك؟ ادي حد امبارح خبطني بعربيته، فبقول له خد بالك يعني، فشدينا مع بعض وبصراحه مسكنا في بعض. كان فين الكلام ده يا اياد؟ في شارع النصر. وعربيتك الجيب فين؟ عادي تحت بيتي. وجهان ليه كان سايق العربيه بتاعتك؟ بس انا سبتها في الصحراء، يعني كنت مع ناس اجانب ورجعت معاهم، فقلت لها هعدي بقى حطها لي في الممر وهعدي بالليل اخدها انا وصحابي. مش معنى جهان يعني هي اللي تجيبها لك؟ مش خايف عليها يعني الست لوحدها برضه وتبقى في مكان زي ده؟ لا عادي، بس جهان عارفه المنطقه كويس، العرب اللي هناك عارفينها كويس، بعدين دي مش اول مره حضرتك ابعتها. ما رحتش جبتها انت ليه؟ ما كانش عندي وقت. جهان كان معاه شنطة، الشنطة دي فيها ايه؟ كانت فاضية حضرتك. إمام فين؟ معرفش. وطارق بتاع الأمن اللي متجوز أمنية ده، تعرف عنه حاجة؟ يعني أعرفه يعني بس مش قوي يعني. أنت اللي معينه؟ لا أبدا، أنا جيت لقيته هنا. عارف إنه كان سوابق؟ سوابق؟ لا معرفش طبعا، انا لو اعرف معلومه زي كده كنت مشيته. طيب عموما ما تبقاش تقفل تليفونك تاني، مش كل ما نعوزك هنجي لك لحد هنا. حاضر. ده غير بيه، هو حضرتك انا لحد امتى هفضل رايح جاي عندكم؟ لحد ما نلاقي القاتل. سلام. خلي تليفونك في مكان في شبكه. يلا يا سربيه. اتفضل يا غبي. وبعدين بقى يا ياسر؟ ده غير الواد ده ورا حكايه. قول لي انتوا جبتوا طارق ومراته ده؟ من بدري يا باشا حصل. سامي لسه بعت لي على الواتساب وقال لي انهم هناك. واذن التفتيش بتاع محل اقامتهم اخباره ايه؟ كله خلص الصبح، سامي راح النيابه وخلص القصه دي. طيب هبقى اقول لك نتحرك امتى. يلا بينا على الاسم. لسه مصر على الانكار يا طارق؟ يا باشا انا جبت لك من الاخر، صحيح انا بكره رشدي قاسم، وصحيح انا سوابق يا باشا. وما اضحكش عليك يا باشا، انا طرطشت كده بشويه كلام مالهمش اي لازمه، ساعه شيطان يعني يا باشا، بس والله العظيم يا باشا انا ما قتلته. يا باشا ده انا اتفه واحقر من اللي انا قتل رشدي قاسم. انت تعرف ان بيتكو بيتفتش دلوقتي؟ بيتي انا؟ ليه يا بيه احنا عملنا ايه؟ ولا احنا عشان غلابه هتلبسونا احنا؟ وانت قلقانه ليه؟ انت مش بتقولي انك في السليم؟ اللي مخوفك بقى؟ انت ما تفتحيش بقك الا ما يتوجه لك السؤال، سامعه؟ سامعه. عموما كلها دقايق وهنعرف الحقيقه. تمام يا تغربي. تمام يا سامي.
الكرتونه دي بتاعتك؟ اه. نشوف كده فيها ايه؟ ايه رأيك بقى؟ ادي الفلوس وادي الولاعة الدهب وادي أداة الجريمة. ايه؟ لسه مصر تنكر برضو؟ وبناء عليه يحول المتهم طارق عبد الباسط حسين رقم قومي كما هو مبين أدناه إلى النيابة العامة بتهمة قتل المجني عليه قاسم يوسف رشدي، وأغلق المحضر في ساعته وتاريخه. وبعد دقائق من دلوقتي أكون قدرت أوصل لفكرة الجريمة الكاملة. هبدأ حياة جديدة بفلوس كتير ومع الإنسان اللي حبيتها زي المجنون. كل تفصيلة مريت بيها تعدي قدام عيني دلوقتي زي شريط السمس. رايح فين؟ حبيبتي احنا اتفقنا ان الاسئله من النوع ده ممنوع. يلا جيس. ايه موز؟ اتصلت بيا وهي في حاله صعبه قوي. ايوه يا داخل، عايزك تجيلي دلوقتي. بقول لك تعالي لي حالا. لا مش تكران، بس لازم تيجي. لا خلاص هقول لك بعدين، يلا بسرعه. بلا وحشتيني بلا زفت، انت لو كنت بتحبني كنت خلصتني منه. انت مش رئيس مباحث، بقولك بتاجر في المخدرات، عايز ايه تاني؟ ايه العبط ده؟ انا لو قبضت عليها تطلع المولد بلا حمص، وساعتها الحكومه هتتحفظ على فلوس واملاكه. بس خلاص انا مبقتش قادره استحمله، ده بيخني مع اي حد، عارف يعني ايه مع اي حد؟ انت بتحبيه ولا ايه؟ احبه ايه بس؟ بس شكلي وبرستيجي قدام الكلاب بتوعه. أنا خلاص مش قادرة، عايزة انتقم منه بأي طريقة. ما انت لو كنت تقدري تخليه يكتب لك مبلغ كويس وانت تكتبي المبلغ ده لحد بتثق فيه، ساعتها بقى أقبض لك عليه تاني يوم. خلاص رواية بقى. رواية بقى. كمان أدمنت كل حاجة هي بتحبها.
دخلت مكتبي الصبح لقيت أمين الشرطة جايب لي ظرف مقفول. بفتحه لقيت سي دي وورقة صغيرة. ولما شغلت السي دي ده اكتشفت ان رشدي قاسم صورني انا ومراته وساب رقم تليفون غير رقم المعروف ونصحني انا كمان اكلمه من رقم مجهول. وفعلا اتصلت بيه وهددني انه هيكشف علاقتي بمراته وهيطلب محاكمتنا بتهمة الزنا لو ما ساعدتوش وامنتوا له دخول شحنة الهيروين للغردقة، وقال لي لو ساعدته هيطلع مراته وكمان هيديني مبلغ كويس. في الحقيقة الكلام ده ما كانش يطمن أبدا، وساعتها عرفت إن الراجل ده لازم يموت. الغريب إنه ما حكاش لمراته أي حاجة، أنا اللي بلغتها وقلت لها إني قررت أقتله، وهي بقى فرحت قوي بالقرار ده. اتصلت بيه على نفس الرقم وقلت له اني موافق بس لازم اقابله لوحدينا بشرط ما ابلغش اي حد عن المقابله دي والا عليا وعلى اعدائي بقى. وفعلا راح مكتبه الساعه 1 بالظبط زي ما اتفقنا. دخلت القرية من نفس المكان اللي دايما بدخل منه، مكان معلوش حراسة وظهره للصحراء. دخلت لابس نقاب عشان محدش يقدر يشوفني، وتعمدت ان البس جزمة عالية عشان ابان اطول من طولي الطبيعي واكون قريب في الطول من ناس بتشتغل كتير في القرية، يعني زي اياد مثلا. ما كنتش عارف وقتها مين اللي هيشيل القضية، بس عارف ان القضية كده كده تحت ايدي وهقدر اتصرف فيها. كان خايف قوي لما دخلت عليها، ما اديتوش اي فرصه وتعمدت ان اضربه كذا ضربه في الاول وبسرعه ومش في مناطق موت. قلت عشان يعني لو لبستها لواحد زي اياد مثلا يبقى منطقي انه مش عارف هو بيعمل ايه. بس في لحظات كنت مخلص ولقيت سلسله المفاتيح بتاعته على المكتب وكان فيها مفتاح الخزنة، فتحتها لقيت فيها فلوس وولعت ذهب. كنت هحتاجهم قوي بعد كده لو حبيت اخلي الموضوع يقلب سرقة. وما نسيتش قبل ما امشي اتصل على الموبايل التاني اللي بيكلمني منه. رجعت بيتي بعد ما تخلصت من النقاب ورميته في الصحراء. وخدت دش ولا كأني لي علاقة بأي حاجة. لحد ما جالي تليفون من ياسر بيبلغني بالحادثة. ألو، أيوة ياسر. لا مش نايم، كنت باخد دش بس. إيه؟ رشدي قاسم بتاع قرية رودي؟ طبعا أنا اللي كنت متفق إن هدير تكلم إياد وتخليه هو اللي يكتشف الحادثة. فعلا ما كنتش عارف لسه هشيلها.
كنتش أتخيل إني ممكن أقتل في يوم من الأيام، مع إني قتلت مجرمين وناس خارجة عن القانون قبل كده، لكن إن أقتل واحد كده عادي يعني مش ممكن. بس هو بقى اللي حطني في الموقف ده. أيوة أنا حبيتها دير، وكان نفسي تبقى بتاعتي، وكنت بتجنن إن هي بتنام جنبه في سرير واحد. أصعب تحدي ليا كان ياسر، لأنه كان ضابط ذكي، لكن اللي كان مطمني إنه كان بيثق فيا جدا، وأحياناً كتير كان بيلغي عقله علشان معتمد عليا. بس كان أصعب موقف هو موقف شنطة الهيروين. واتفقت مع هدير إنها تفهم إياد اللي بيحبها وبيموت فيها إن الحالة الوحيدة اللي تخليها تفكر فيه إنه يبقى راجل بجد، ويقدر يخلص شنطة المخدرات ويجيبها لها قبل ما تقع في ايد اي حد تاني. انا عارفة ان الموضوع صعب عليك، بس لازم تعمل كده. البضاعة هيستلمها إمام وجيهان، ولما يتم الاستلام تظهر أنت تاخد الشنطة. الشنطة دي لو عرفت تجيبها لي يبقى أنت الراجل اللي يستحقها دير. ساعتها هيبقى معانا فلوس كتير قوي، وبعد كده هاخدك وأسافر، نبتدي حياة جديدة مع بعض. خلاص تبدي علي، أنا هخلص الموضوع بسرعة. رحت وابتدت أراقب الموقف، وكنت مستني اللحظة المناسبة للتدخل. بصراحة أنا كنت حاطط كذا خطة بحيث إن الشنطة تقع في إيدي ومن غير ما أي حد يعرف إني فعلا خدتها. تصرف شهاب خروجها بالشنطة سهل المأمورين. وأول ما وصلت الاسم سلمتها لأمين الشرطة اللي دخلها. حافظ عليها يا ابني في مكتبي لحد ما اجيلك. ساعتها قمت مسلك البضاعة. ياسر كان مستغرب قوي، ايه اللي ما خلانيش اروح؟ وايه حكاية الشنطة الفاضية؟ كانت علامة استفهام بالنسبة لي، بس طبعا ما شكش فيها لحظة. مين اللي يشيل القضية؟ مين؟ بالنسبة لي كان لازم واحد من الثلاثة، يا إما إياد، يا إمام، يا الواد طارق بتاع الأمن. أكتر واحد كنت ميال إنه يشيلها إياد، ورحت زرته في مكان سكن، وكان كل همي ان اقدر اسيب ولاعة رشدي قسم الذهب اللي انا خدتها من خزنته. كنت فاكر اني هقدر الاقي فرصه اني اسيب الولاعه في اي مكان واستغل حاله التوتر اللي كنت خالقها لإياد، لكن بصراحه ما عرفتش. إياد ما شالش عينه من عليا لحظه واحده وما ادانيش اي فرصه. وقتها رجعت افكر اكتر في طارق بتاع الامن اللي عرفت قصته من هدير، ولما كشفت عنه لقيته مسجل
اتفقت مع هدير انها تروح سكن طارق ومراته اللي في الريزورت، هم عندي في القسم، تحط له اداه الجريمه والفلوس وكمان اللي ولعتها. ساعتها بقى طلبت من سامي انه يكشف عن المسجلين، ولقيت ان ده اسهل واحد اخليه يشيل الليله دي كلها. مش هيعرف يجيب محامي شاطر، ولو نشاط اجرام واعتداء رشدي على مراته ده مبرر كافي. ده غير بقى انه اسهل حد نقدر نحط له اداه الجريمه في بيته. الموضوع كان سهل قوي، بس اكبر مشكله واجهتني ساعتها هو ان ياسر ما كانش مقتنع ومش مصدق ان واحد يحط سكينه زي دي في بيته وهو ممكن يرميها في الصحراء مثلا. عشان كده كان لازم انفذ بجد، وفعلا قدمت استقالتي بحجه ان جالي عقد عمل مغري في الخارج عن طريق واحد قريب ليا. أول ما توفيق لي على الاستقالة طلعت أنا وهدير على المطار عدل، ورغم إن خطتي نجحت 100% لكن بصراحة أنا خايف وهي كمان خايفة. أنا خايفة منها، يمكن هي كمان خايفة مني.